قولوا يا رب. يا رب. قولوا يا رب. 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 يا رب يا رب، فالله لا يكسر أحدا قال يا رب. الله لا يخذل أحدا نظر للسماء وقال اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. وقل يا رب، قولها بينك وبين نفسك، وقل يا قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا، ذنوبا كنت آتيها مليا. يا رب، أنا آسف إن أنا تأخرت في الكلام معك، مع إني عارف ومتأكد إني ماليش غيرك أتكلم معاه. أنا ضعيف يا رب ومش عارف أعمل إيه. متايه وخايف، مش بطلب منك غير طلب واحد بس، إنك تهديني للاختيار الصواب. أنا عارف إنه اختبار، عارف، بس الاختبار صعب عليا. قويني على اللي أنا فيه. غاندي الأب الروحي للمقاومة السلمية بيقول: لا يمكننا قيادة النتائج، فقط يمكننا السعي جاهدين. والرسول الأمين عليه الصلاة والسلام بيقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فنقل الاجتهاد والإتقان من مجرد فضيلة يتسم بها الناجحون إلى فريضة مكتوبة يحاسب عليها الرب يوم القيامة. هذا هو دور الإنسان، ويتوقف هنا عند الاجتهاد والإتقان، ثم النتائج تدخل في حيز الأقدار والأرزاق والعطايا التي هي من تقدير الرب كامل الأوصاف. ولما طلب المشركين من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل أفعال خارقة من التحكم في أرزاق الأرض والسماء وتسيير الملائكة والتحليق في الجو، قال لهم: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ فالكمال المطلق لله وحده، والمطلوب من البشر هو الاجتهاد والإتقان وليس الوصول للكمال. أما الإتقان وهو الفريضة فهو شيء آخر، وهو استفراغ الوسع والمجهود لتحقيق أعلى النتائج الممكنة، وهذا هو المفروض. فلم ينتصر قائد بارع عبر التاريخ في كل المعارك، ولم ينجح طبيب ماهر عبر العصور في كل العمليات الجراحية،
ولم يحصل أن حقق فريق متميز هدف من كل هجمة على المرمى، بل ليست كل بذرة يزرعها المزارع تنبت إلى شجرة عظيمة. النجاح الحقيقي والكمال الحقيقي هو ألا يبخل الإنسان على نفسه بالمحاولة المضنية، ثم يتحلى بعد ذلك بالرضا بالمقسوم. فاطرح عن نفسك أوهام الكمال، وابحث عما هو مطلوب منك وأده على أحسن حال، واقبل بعد ذلك ما يقسمه الرب واطمئن، فالعناية الإلهية لديها ساعة مضبوطة لكل شيء. فاشكر ربك وخليك دائما إنسان جديد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إني استودعتك حلما يتمناه قلبي ويشغل تفكيري، فقر عيني به. اللهم اجعلني أبكي فرحا من حلم ظننته مستحيل فتحقق.